السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب في الجمهورية اليمنية الصف الثامن الأساسي اللي هو ثاني إعدادي في بقية الدول. طبعا كنت حليت صفحة 107 في تمرين في فيديو سابق، سيظهر لكم الآن هنا صفحة 106 و107 تقريبا. بقي معي تمارين 1 و5 و10 و13 تقريبا، ما تطرقت لهم أو ما طلبهم أحد من الطلاب. فالطالبة رولا طلبت رقم 1 و5 و10 و13، سأبدأ بواحد ومن ثم البقية. الدرس هذا كان عبارة عن مراجعة عامة، يعني للحدود الجبرية، ضرب الحدود، ضرب حد جبري في مقدار جبري، وأيضا الفرق بين المربعين، وأيضا اختار الإجابة الصحيحة. على العموم السؤال الأول يقول اكمل الآتي. رقم واحد طبعا ألف، اثنين ألف في اثنين ألف ناقص خمسة باء، ضرب حد جبري في مقدار جبري، كيف أضربه؟ حد جبري في مقدار جبري، وبداخل قوس هذا المقدار، اثنين في اثنين، طبعا اضرب الاثنين الف في الحد الاول، والاثنين الف في الحد الثاني، وهكذا، اثنين في اثنين بكام؟ باربعه. والف بالف بالف تربيع، بس. وبعدين اثنين في خمسه بالسالب، بسالب عشره. والف باء الف باء نزل، هذا اكمال الفراغات، اذا اربعه الف تربيع. سين ناقص صاد الكل تربيع، كيف نفتح هذه؟ هذه ضروري نعمل لها، معناته س ناقص ص مضروب نفسه، مضروب في نفسه، كم يطلع؟ يعني نضرب س ناقص ص في س ناقص ص، س ناقص ص في س ناقص ص، س ناقص ص تربيع يعني مضروب في نفسه، اقوم اعمل له عمليه ضرب، س في س، س تربيع، س في سالب ص بسالب س ص، ص في سالب ص في س بسالب س ص، سالب في سالب بموجب ص تربيع. الإجمالي س تربيع، هنا سالب واحد وسالب واحد، يعني سالب اثنين س ص زائد ص تربيع. هو إيش جاب لي؟ جاب فراغ، فراغ، إذا الفراغ الأول س تربيع ناقص أو سالب اثنين س ص، اثنين س ص جابها، زائد ص تربيع، ص تربيع، ضرب عادي، س في س، س تربيع، س في س، س في ص بسالب س ص، سالب في موجب بسالب، ص في س بس ص، ص في ص بص تربيع، وسالب في سالب بموجب، ارجع اجمع س تربيع، هنا واحد وهنا واحد بالسالب، يعني سالب 2 س ص زائد ص تربيع، اذا هذا طلع. لام تربيع ناقص ميم تربيع، هذا فرق بين مربعين، كميتين مربعة، جذر الأول ناقص جذر الثاني، جذر الأول زائد جذر الثاني، لام ناقص ميم في لام زائد ميم، بس هذا هو حله. إذا فرق بين مربعين، جذر الأول ناقص جذر الثاني، جذر الأول زائد جذر الثاني. رقم خمسة، اختر الإجابة الصحيحة بين الأقواس. حاصل ضرب المقدار هذا في الحد هذا، هل يساوي هذا ولا هذا؟ إذا نبدأ نضرب. حاصل ضرب 2 س زائد 3 القوس هذا مقدار جبري في 2 س، 2 في 2 ب 4 س تربيع، هذه شوف 4 س، إذا استبعده خطأ. 2 س في 2 س ب 4 س تربيع، الثاني ما هو 4 س تربيع صح. 2 في 3 ب 6 س، هو قال س تربيع، إذا هذا خطأ، هذا الصح. إذا هذا الصح، الصح اللي بإشارة بأسود هو، إذا أختار القوس هذا 4 س تربيع زائد 6 س، ليش؟ لأنه 2 في 2 ب 4، وس في س بس تربيع. و2 س في 3 ب 6 س فقط. 2 في 3 ب 6 س انتهى. باء، حاصل ضرب المقدار 2 س زائد 3 في 2 س ناقص 3. هذا فرق بين مربعين، شوف يعني تحليل لمقدار فرق بين المربعين اللي هو كم؟ 4 س تربيع ناقص 9. لكن هذا خطأ، إذا هذا 4 س تربيع ناقص 9، أنت لما تحلل 4 س ناقص 9 جذر الأول 2 س. جذر الثاني 3، مرة بالموجب مرة بالسالب، إذا هذا فرق بين مربعين، لكن هذا خطأ. 4 س تربيع زائد 12 س زائد 9، أو اضرب 2 س زائد 3 في 2 س ناقص 3، اضربها، الآن بجيب كرتون واضربها. علشان تتأكد الإجابة الصحيحة من الخاطئة يقول لك حاصل ضرب 2 س زائد 3 في 2 س ناقص 3. اضرب ضرب طبيعي. 2 في 2 عشان نعرف وين هو الخيار الصح، 2 في 2 بكام؟ ب 4 س تربيع، 2 في 3 بموجب 6 س، 2 في 3 ب 6 س، 3 في سالب يعني سالب في موجب سالب، و2 في 3 ب 6 س، سالب في موجب سالب 9، 3 في 3 ب 9، سالب في موجب سالب، جمع 4 س تربيع موجب وسالب ونفس القيمة يروح صفر، ناقص 9، شوف 4 س تربيع هو 4 س تربيع ناقص 9، 4 س تربيع ناقص 9، إذا اختار القوس الثاني 4 س تربيع ناقص 9. اللي بعده، اللي بعده يقول لي مربع المقدار س زائد 3 ك
كيف مربع المقدار؟ يعني المقدار هذا س زائد 3 تربيع. تربيع كم؟ اضرب المقدار في نفسه، س زائد 3 في س زائد 3، س زائد 3 في س زائد 3. شوف هل النتيجة حقه س تربيع زائد 6 س زائد 9 أو س تربيع زائد 3 س زائد 9؟ نشوف س في س، س تربيع زائدا س في 3 ب 3 س، 3 س في 3 س بموجب، و3 في 3 بكم؟ 9. جمع س تربيع وهنا زائدا 6 س زائدا 9، إذا القوس س تربيع زائدا 6 س زائدا 9 هذا، لكن هذا خطأ، إذا هذا القوس، هذا القوس س تربيع زائدا 6 س زائدا 9، ها هي الضرب، س تربيع زائدا 6 س زائدا 9. مربع المقدار س زائد 3، مربع يعني مضروب في نفسه. رقم 10، رقم 10 زي اللغز يعني، صراحة جميل جدا. يقول ما قيمة، أوجد قيمة س التي تجعل المقدار هذا يقبل القسمة على المقدار الثاني ألف ألف 2 ألف تربيع ناقص 5 ناقص 3 ألف. شوف بالقسمة المقادير الجبرية ضروري أول شيء ترتيب المقدار تنازليا على حسب الأسس. هذه س ناقص 9 ألف زائدا 6 ألف تكعيب ناقص 13 ألف تربيع، ضروري نعيد ترتيب هذا المقدار بأكبر أس يبقى في البداية. إذا نعيد ترتيب المقدار تنازليا، 6 ألف تكعيب ناقصا 13 ألف تربيع ناقصا 9 ألف زائدا 1، هذه زائدا 1 س، يعني هذه س 1، قسمة 2 ألف تربيع أيضا المقسوم عليه نرتبه إعادة ترتيب ناقصا 3 ألف ناقصا 5 رتبته. فابدا اقسم هذا المقدار قسمه المقدار الثاني، اقسم هذا المقدار على علشان اكتشف قيمه الحد المطلق او السين، لان السين طلعت بالاخير. شوف لاننا سويت اعاده ترتيب للمقدار ما قسمته مباشره، لا ما يجوز ما يصلح، فضروري ابدا باكبر اس اللي هو 6 6000 تكعيب ناقصا 13000 تربيع ناقصا 9000 زائدا س، هذا اللي هو الحد المطلق لانه قال قيمه س العدديه يعني له قيمه عدديه. ف 6000 تكعيب ناقصا 13000 تربيع ناقصا 9000 زائدا س، هذه اعمل لها عمليه قسمه مطوله، اقسمها على 2000 تربيع، 2000 تربيع ناقصا 3000 ناقصا 5، اعاده ترتيب ايضا المقسوم عليه. ابدا خذ اقصى اليمين اول الحد في المقدار 6 قسمه 2 من 3 و1000 تكعيب قسمه 1000 تربيع من 1000، 3 ناقص 2 الباقي اس 1. أرجع أضرب ثاني مرة 3 في 2 ب 6 ألف تكعيب، ألف في ألف تربيع ب 1000 تكعيب، وبعدين 3 في سالب 2 بسالب 9 ألف تربيع، ألف في ألف ألف تربيع، و 3 في 3 ب 9 وموقف في سالب بسالب، 3 في سالب 5 بسالب 15 ألف، 3 ألف في 5 بسالب 5 بسالب 15 ألف. اعمل خط وخطوة السالب، تغيير الموقف إلى سالب والسالب إلى موقف، يعني طرح 6000 تكعيب مع 6000 تكعيب نتيجتك كم؟ صفر. سالب 13000 تربيع وهنا بدل ما كانت سالب رجعت موجب، فسالب تنزل سالب 4، يعني سالب 13 وسالب وموجب 9، الإشارة الأكبر سالب 13 ناقص 9 الباقي كم؟ 4000 تربيع، وهنا موجب 15 وهنا سالب 9 موجب 6000 زائد. الآن ما هو اللي ضربناه، لا خليها خلي عاد ما وصلت ليش، بس اللي بعدين اصبح. إذا إيش أصبح معي؟ 4000 تربيع 6 راحت مع 6 باقي 13 زائد 13 بالسالب وهنا 9 الباقي 4، أخذ سالب 4000 تربيع وأقسمه على أول حد من المقسوم عليه، سالب 4 على 2 الألف تربيع تروح مع الألف تربيع، وسالب 4 قسمة 2 من سالب 2، تمام سالب 2. الآن نكتشف العدد الناقص، هي ارجع اضرب سالب 2 في 2 بسالب 4000 تربيع، سالب 2 في سالب 3 بموجب 6، 2 في 3 ب 6 و1000 نزل، سالب 2 في سالب 5 بموجب 10، اذا العدد هذا كان موجب 10، اعملوا 10، السين قيمته كم؟ 10، اذا هذا العدد قيمته 10. ارجع اضرب 2 في 2 ب 4000 تربيع، 2 في سالب 3 بموجب 6000، سالب في سالب بموجب 2 في 5 كان ب 10. الآن أغير الإشارات، طبعا هذه كان سالب رجع موجب أصبحت صفر، وهنا موجب وهذه سالب نفس العدد نفس الكمية صفر، و10 ناقص 10 يساوي كم؟ صفر. إذا قيمة السين هذه نقول له 10. طبعا أثبتنا أنت الآن لو ضربت هذا في هذا بيطلع لك المقدار الأساسي الأصلي الأول ويطلع فيه ب 10. رقم 13 عبارة عن مسألة كلامية، يقول مزرعة مستطيلة الشكل، مستطيل ركز،
ما دام قال مستطيل وش المساحة والمحيط معناته نجيب قوانين المساحة مساحة المستطيل لأنه قال مساحة المستطيل مزرعة مستطيلة الشكل مساحتها جاب لي مساحة المستطيل أو المزرعة مترا مربعا وأحد بعديها وأحد بعديها يعني أحد أطواله الطول أو العرض س ناقص 5 مترا فما بعدها الآخر وما محيطها أول شيء جيب القانون مساحة المستطيل ما يساوي الطول في العرض المساحة أي مساحة مساحة المربع الطول في نفسه مساحة المستطيل الطول في العرض المساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع يعني المساحة دائما ضرب والمحيط جمع عشان أفرق لكم بين المساحة والمحيط إذا مساحة المستطيل الطول في العرض المساحة المستطيل أو مساحة المزرعة يعني مساحة المزرعة جابوا لنا هذا هو موجود س تربيع ناقص 10 س زائد 25 تمام يساوي أحد بعديها نعتبر الطول س ناقص 5 في العرض إذا المجهول معي العرض إحنا لما كنا العددين نضربهم في بعض ينتج لي عدد كبير مثلا نقوم نقسم العدد الكبير على أحد المضروبين يطلع لي العدد الثاني إذا لو قسمنا س تربيع ناقص 10 س زائد 25 قسمة س ناقص 5 بيطلع لي هذا قمت قسمت على طول المساحة على أحد على أحد بعديها على أحد بعدي المزرعة إذا س تربيع ناقص 10 س زائد 25 قسمة س ناقص 5 س تربيع على س من س س واحدة طبعا لأنه 2 ناقص 1 الباقي 1 أس 1 أرجع أضرب س في س بس تربيع س في سالب 5 بسالب 5 س الخطوة تغيير الإشارات سالب هنا موجب هنا سالب 0 وهنا سالب 10 وهنا موجب 5 باقي سالب 5 س زائد 25 نزل 25 سالب 5 س هذه اقسمي على سالب على موجب 1 سالب 5 على 1 بسالب 5 والسين تروح مع السين أرجع أضرب سالب 5 في سين بسالب 5 سين سالب في سالب بموجب 5 في 5 ب 25 طلع نفس الكمية بس المرحلة تغيير الإشارات اللي الطرح هذه بدل ما كانت سالب رجعت موجب وهذه بدل ما كانت موجب رجعت سالب سالب 5 سين زائد 5 سين يساوي كم صفر 25 موجب 25 سالب صفر إذا طلع سين ناقص 5 إذا البعد الثاني أو العرض يساوي س ناقص 5 إذا البعد الآخر أيضا يساوي س ناقص 5 يعني س ناقص 5 في س ناقص 5 يعطي لك هذا المقدار طلب أيضا المحيط وما محيطها المحيط المستطيل دائما الطول زائد العرض في 2 لماذا؟ يعني نجمع الأطوال لأن المستطيل معه طولين وعرضين الطول زائد العرض في 2 إذا القانون يقول لمحيط المستطيل الطول زائد العرض في 2 أنا عندي الطول س زائد ناقص 5 وعندي العرض س ناقص 5 أيضا نفسه اضربهم في 2 إذا 2 في الطول زائد العرض هذا الطول وهذا العرض 2 خارج القوس أنا الآن لما أفتح الأقواس هذه أجمعها لأنه زائد شوف لو كان قال ضرب نقول نضربهم لكنه زائد يعني س زائد س كم يساوي 2 س وسالب 5 وسالب 5 سالب 10 هذه بالنسبة لمن؟ لهذه بعدين خلاص انتهت يعني 2 في 2 س ناقص 5 2 في س ناقص 5 زائد س ناقص 5 س 1 س وهنا 1 س 2 س وسالب 5 وسالب 5 يعني كم؟ سالب 10 مضروبة في 2 اللي هو برع هذا اللي هو عقل القانون إذا 2 في 2 ب 4 س و2 في سالب 10 بسالب 20 مترا هذا المحيط إذا طلع المحيط أوجدت المحيط الآن وأوجدت البعد أو العرض أو الطول لأن لها بعدين البعد الأول جابه هو وأنا أوجدت البعد الثاني أتمنى أن أكون وفقت في الإجابة على سؤالك عزيزي الطالبة وإلى لقاء فيديو آخر بإذنه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي سؤال استفسار في التعليقات رجاء لا تنسوا مشاركة الفيديو مع زملائكم لتعم الفائدة من جهة ودعما للقناة من جهة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.